راجل طيب وما عمرنا تسنى عليه شي حاجه، وراني 10 ديال 40 عام ما عمرنا تسنى عليه با، راه صديق ديالي. ومسكين راه تغوتوا لينا، قال لي راه كان مخاصم مع شي مول الطاكسي وراه جا لا كريز وطاح. صافي هادشي اللي سمعت انا، شي حاجه اخرى وهو كان بالعراسه تيخدم وكان تيسوق الطاكسي، وراه عنده ثلاثه الوليدات وعنده مع مرة اخرى عندها جوج بنات. فاش سولتي انت العائله ديالو واش كانت عنده شي اثر شي ضربه؟ سولتهم قالوا لي ما فيه حتى شي ضربه. سولت خوه هشام قال لي ما فيه لا ضربه لا والو، قسان ما كاينش. قال لك يعاود لي خوه، انا الشهاده اللي لا ما شفتش، انا عندي الشهاده اللي سمعت من خوه ما كان فيه حتى شي ضربه. كانت غير مشادات. عم هضر على الكلام هو الشريك ديالو. هادشي اللي بخباري انا. دابا بالنسبه للشريك باقي ما باقي ما سمعنا والو دابا. الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، وصديق ديالنا وكبر معنا والاخ ديالنا. ومسكين تقريبا راه تقريبا هذه تقريبا من نهار وقع هذا الوباء على الصعيد العالمي توقف العمل ديالو، تشلات الحركه ديال هاد السربايه صنيعي، انا حر صنيعي وراه مشلات الحركه، راه كنبيع السجائر حريفيه، وتقف لي مسكين هذا المشكل ديال هذا الوباء وقف. كاع الدراري كلشي غير هو راه ضحى، كاين ضحايا الناس تقريبا فوق شي 50 واحد كنعرفهم، هذه المحطه الاولى اللي في درب السلطان معروفه ديال السربايه. وتشلات الحركه وراه مسكين بقى كياكل في قلبه في كارو في قهوه. يلا خدم 3 شهور دابا واحد الطاكسي ولا شهرين، تزات عنده واحد البنيه. يلا تزات عنده دابا شهرين واقيلا الله اعلم ولا 3 شهور. وقع نزاع على واحد البارسوك، الله اعلم تيقولوا بارسوك. اللي لا اللي خدام هو كيتناوب على الطاكسي، قال لي انت محسوب عليك محسوب عليا انا ما شفتوش، ماشي وربما شي واحد داز بالليل هرس وسكران، الاخر ما شافوش، هذاك ما شافوش، طاح في استفزازات بعضياتهم. الاخر عيط على ولده، ولد مول الطاكسي الحقيقي. تا هو تدخل وقع شي حاجه بيناتهم، انا ما حاضرش الحديث من الاصل ديالو غير حساب معطيات ديال الدربوت، وكتب عليه هذا المكتوب. واش جاتو ان كريز؟ هو كيرد القلب مسكين، ومع الفقصه ومع الغديد وقع عليه كريز. واحد الدري مسكين حلي جاكيطا وصلوا للسبيطار، قتل كيف قدر وقدر الله ما شاء. ما عندوش شي اثار ديال شي ضرب ولا شي حاجه؟ وكيبقى داك الشيء كيبقى تسرع حتى الناس اللي قالوا ما عنده حتى شي ضربه. ما هو على حساب الدراري اللي كيقولوا الناس ديال الحومه تيقول لك اودي ما كاين لا مضاربه لا والو، هو كاين استفزازات في الهضره. هو رد على قلبه، جا داك كريز ما قدرش نعطي نحكم عليه، هو راه في دار الحق وداك السيد تا هو راه وكانت عنده شي حاجه داك السيد راكم معتقل. حتى رجال الامن خداو التحريات ديالهم داروا خدمتهم، راه طلقوا داك السيد السبيل ديالو، هو راه في مستودع الاموات راه كيتسناو غيجيبوه. الله يجدد عليه الرحمات. صديق ديالك كيفاش كان؟ وصديق ديالي كل خوتهم اصدقاء ديالي، كاين الاحسان بعضياتنا، كاين الصداقه. خوه ما كيتفرقش معايا يوميا في كل وقت في كل مساء، كيبقى معايا حتى 11 الليل حتى 12، واحد الخطرات كنبقى نبيع ونشري كيعاونني. الدراري تا هو مسكين خوه راه كيعاني، راه ما خدام ما والو، تا هو راه حريفي وصنيعي وهادشي ديال كيخدم مع الحفلات، كيخدموا مع شحال من واحد، خدم مع رحال، خدموا مع ناس. لا تغطيه لا خدمه لا صحيه لا والو لا فلوس لا ما كاين حتى تعويضات ما كاينش. هذاك اللي كيخدموا معاه بعدا غيجي يروف عليهم، واخا 200 درهم في الشهر للواحد هاي يخلص بها الضو يعاون بها. الناس راه كتعاني دابا، وليداتو غيضيعوا. والله سبحانه وتعالى قادر بهم، راه الله قادر بهم. حنا كبرنا يتامى منا متنا، راه كل دابة على رزقه على الله. الدري الله يعمرها دار، الله يرحمه ويوسع عليه، جارنا وحبيبنا وصحيبنا، وما عمرنا ما شفنا منه لا عيب لا والو حتى شي حاجه. والمهنه ديالو مسكين كان كيزاول الطاكسي ديالو، كيزاول المهنه ديال تسربيته. هادشي اللي يعني ملي جات كورونا ما بقاش. اي مسكين ملي جات كورونا مسكين ما بقى، راك عرفتي وهادشي راك على عامه على المغرب كامل، ماشي غير علينا حنايا ولا عليه هو ولا. والمهم هادشي اللي غنقول لك اختي الله يرحمه ويوسع عليه. ما خدرت بنتي ما شفت ما والو، ما نكذبوش على الله. الاجل ديالو هو هذاك امسي، الاجل ديال الله سبحانه وتعالى الشيء اللي كاين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.